متسولين صاروا واي بالشارع، سببها كلها الحكومة. يعني إذا أنا لو عندي إمكانية وغير من الله ما أشتغل، والله ما أشتغل، والله أروح للمدرسة أعيش أحسن حياة. الدولة ما تصرف علينا. انهيار هيكلي كبير في بنية الاقتصاد الوطني العراقي. طالب تقابل الوزيرة يومية باكر عقبة مكتب الوزيرة، جيب الوزيرة، راحت الوزيرة. ما الذي جناه العراقيون من وعود الاحتلال وحكوماته المتعاقبة؟ ما الذي حل بالتعليم أو الزراعة أو الواقع الصحي وغيرها من القطاعات؟ لما نصبت بندر لمان للتعليمات اللي ما حد تعرفونا. الحصاد المر، سلسلة وثائقية تسلط الضوء على حقبة الاحتلال الأمريكي للعراق وحكوماته المتعاقبة وما ترتب عليها من آثار سيئة في جميع نواحي الحياة.